إلى تقرير مع العميد محمد مرجان مدير التنفيذ للنادي الأهلي بيتحدث عن لائحة النظام الأساسي وما هو قادم بالنسبة للائحة النظام الأساسي والاجتماعات المستمرة خلال الفترة القادمة قبل الجمعية العمومية الغير العادية يوم 28 سبتمبر، ثم بعد التقرير إن شاء الله الفقرة الحوارية الثانية للإعلامي القدير الأستاذ شريف فؤاد وفي ضيافته المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي. ما جاء في الاجتماع النهارده احنا بنعلن اللجنه الاعداد لمشروع لائحه النادي الاهلي وبعد انتهائها ومن لجنه الصياغه وانتهائها واللجنه المراجعه اللغويه وانتهائها من الاعمال يمكن على مدار ال 72 ساعه اللي فاتت الشغل كان 24 ساعه وجزيل الشكر طبعا للمستشار اسامه قنديل والمستشار علاء قنديل والمستشار احمد حسين مجلس الدوله المصحح اللغوي اللي فعلا يعني اربع خميس النهارده السبت اهو اربع خميس جمعه الراجل كان بيخش النادي الساعه 9 الصبح هو المجموعه بيمشوا من النادي الساعه 2:30 صباحا او 3 صباحا 53 بند تم تعديلهم من قبل المقترحات اللي اتقدمت من الساده اعضاء الجمعيه العموميه لارساء الحوار المجتمعي والرساله الديمقراطيه اللي كابتن خطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي اصر اللي هو يبقى زي ما قلت قبل كده مصطلح عائلة الأهلي بيتحقق إن شاء الله بإذن الله هيبقى دي النهاردة احنا بنعلن رسميا اللي تم استلام النسخة النهائية اللي هتبدأ تخش المطابع عشان خاطر تتجهز بعد تعديلها عشان خاطر إن شاء الله بإذن الله يوم 20/8 طبقا للقانون هتكون متعلقة على في الثلاث فروع للإطلاع عليها من قبل أعضاء الجمعية العمومية وفي نفس الوقت هيستلموا النسخة النهائية في شكلها الجديد أو في توبها الجديد بإذن الله يعني بنتمنى من المولى عز وجل اللي هو يعني بيكلل الجهود كل اللي شاركوا بمنتهى الاخلاص من سواء من ابناء النادي الاهلي متمثلين في شبابهم ومتمثلين في اعضاء مجلس ادارتهم ومتمثلين في الادارات التنفيذيه ومتمثلين في العاملين اللي في النادي الاهلي اللي هي تكون مرضيه للنسبه الاكبر للقطاع الاكبر للجمعيه العموميه لان مش هنقول يعني النهارده استحاله يكون في توافق 100% ولكن احنا عملنا للصالح العام للنادي الاهلي عملنا للصالح العام بمنتهى الاخلاص وانت دي كنت تابعته معانا الفتره اللي فاتت الحوارات اللي حصلت مع الاعضاء على مستوى الثلاث فروع كانت حوارات ايجابيه جدا كانت حوارات فعلا بتؤكد عائله النادي الاهلي على كافه المستويات من اطفال لشباب لرواد النادي الاهلي يعني ان شاء الله هتكون حاجه هتحقق الحلم وربنا يكرم باذن الله دي لائحه مش قران ما يعني الحاجه الوحيده اللي ما فيهاش هي قران لكن ولكن اللوائح فيها هيبقى فيها ايجاب فيها قبول ولكن ان شاء الله باذن الله احنا متاكدين للنسبه الاكبر او قطاع العريض للنادي الاهلي هيشارك معانا وهيبقى يوم احتفاليه باذن الله يوم 28 سبتمبر حاجه هتليق بالنادي الاهلي ودينا شايفين احنا يعني يمكن الحمد لله وسائل الاعلام على كافه المستويات الناس كلها بتشيد بالتجربه الديمقراطيه اللي حصلت داخل النادي الاهلي وان شاء الله ربنا هيكرمنا باذن الله. النهارده كان من ضمن البنود المهمه في الاجتماع اللي هو تلعب في اللجنه المركزيه حملت على عاتقنا او كلفتنا بتوفير كافه سبل الراحه لاعضاء الجمعيه العموميه فاحنا جاهزين نستقبل يعني اعضاء الجمعيه العموميه كلهم لو 140,000 ان شاء الله جاهزين نستقبلهم. انا النهارده عرضت على رئيس اللجنه المركزيه كابتن خطيب رئيس مجلس الاداره واعضاء اللجنه المركزيه الخطوط العريضه. احنا شكلنا لجنه بالاداره التنفيذيه لجنه عليا فيها انا بموقع يعني بحكم موقعي وانا موجود فيها رئيس ومعايا استاذنا سياده اللواء حسن مسعود مدير مدينه نصر، سياده اللواء الفيشاوي مدير الشيخ زايد والاستاذ خالد مرسي مدير الفرع الجزيره، اللجنه دي شبه قائمه برضو من يوم الثلاث اللي فات وعملنا اول اجتماع مع كافه الادارات المعنيه في مجموعه لجان ان شاء الله احنا عندنا اجتماع لجنه مركزيه يوم الاثنين اللي جاي هعرض الشكل النهائي للجان في اللجان اللي ظهرت دلوقتي على بشكل عام لجنه النقل طبعا دي اهم لجنه بالنسبه لنا اللي هي هتنقل اعضاء النادي الاهلي من مدينه نصر للجزيره والعوده مره اخرى ونفس القصه من فرع الشيخ زايد للجزيره والعوده مره اخرى دي خلاص لجنه مشكله تحت اشراف سياده اللواء حسن مسعود في لجنه
تأمين، والنهارده في اجتماع تأميني في مديرية أمن القاهرة الساعة 10 بالليل للتنسيق مع الأمن، تنسيق بشأن المرور وتأمين النادي وتأمين الجمعية العمومية وتأمين أعضاء الجمعية العمومية بشكل يليق بالنادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله. في أكثر من لجان، في أرقام إن شاء الله بإذن الله، غرفة عمليات هتتم إن شاء الله إنشائها وهتبقى موجودة، هيبقى في أرقام تليفونات هتعلن لأعضاء الجمعية العمومية بالكامل، لو في أي مشكلة في هذا اليوم هتتصل بيها، هتلاقي على طول في مجموعة هتكون موجودة عشان خاطر تحل المشاكل كلها، في لجنة عشان خاطر هتبقى مسؤولة عن الباركينج اللي إحنا يعني ثلاثة باركين اللي احنا اخدنا اجراءات بالفعل اللي احنا خلاص خصصناهم لاعضاء النادي الاهلي يوم 28 اللي هو جراج التحرير، الاوبرا، المحافظه ان شاء الله طبعا، ده اكيد باذن الله. يعني اللجان دي شغاله كلها، فيها انا لسه برضو قلت لهم النهارده احنا خلاص في الثلاث فروع بقى فيه دلوقتي اعرف لجنتك في الاماكن المخصصه، كان الاول الاماكن دي مخصصه عشان نشارك بالمقترحات، النهارده بقت الاماكن دي مخصصه اعرف لجنتك، بيبقى فيها موجود واحد من الحاسب الآلي، في موظف من الاشتراكات، في ممثل عن الشباب اللي هم دايما بيتحركوا معانا في كل حاجه في كل مكان، ابناء النادي دول عشان خاطر لو حضرتك عندك استفسار. الكشوفات النهارده بتتعلق بالفعل، المفروض انا قانونا بعلق كشوفات على الاقل 8 ايام، بعلق جدول جمعيه عموميه على الاقل 8 ايام، الكلام ده النهارده الكشوفات انتهينا منها بالفعل، علقنا الكشوفات ان شاء الله على مستوى الثلاث فروع، وفي حد النهارده ان شاء الله خلاص نهائيا هيبقى على مستوى الثلاث فروع متعلقه، لو في اي استفسار في ثلاث منافذ موجودين لاعضاء الجمعيه العموميه عشان يستفسروا، وبرضه انا بقول ان شاء الله يوم الاثنين هنعلن على ارقام تليفونات هتبقى موجوده لو حد عايز يستفسر عن اي حاجه خلال الفتره اللي جايه، وفي نفس السياق دوت هيبقى في ارقام تليفونات في غرفه عمليات هتبقى مسؤوله عن اليوم ده وبدايته ونهايته، وزي ما انا بقول دايما اعضاء جمعيه عموميه النادي الاهلي بيبهروك وبيدوك اكتر من المتوقع، وهو ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه النهارده، فاحنا ان شاء الله متوقعين يوم 28 العدد هيبقى فوق المتوقع بإذن الله.